مرحبا لجميع اصدقاء الكتب في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد غادي يكون الفيديو ديال العوده الجزء الثاني. كان خاصني نديرو ديك المره ولكن كيف ما شفتو كان داك الفيديو. المهم حتى دابا راه ماشي احسن وقت، ولكن المهم قلت ضروري غادي نصور. ضروري غادي نصور، ماشي بالضروره نتسناو الظروف عاد نديرو داك الشيء اللي خاصني نديرو. ممكن نديرو واخا الظروف ما تكونش كتساعد، هذا ما كان. المهم كنشكركم بزاف على التفاعل مع الفيديو السابق. هتلاحظوا واقيلا ان النبته بدات كتكبر، شفتوا كيفاش ولات 4 ديال التميم. انا راه كنظن ان هاد النبته هادي ولات كتواصل معايا، يعني بحال اللي كتعطيني الطاقه، كنحس بها غاديه وكتكبر، فهاد الشيء كيزيد يحمسني باش نزيد نهتم بها ونهتم حتى براسي. ندخل في الموضوع. اول حاجه كيف حالي الان؟ حيت بيه حسيت شويه بالذنب ملي بداو كيصوني تعليقات ديال خلعتيني عليك عديد. صدقوني بعض المرات راه ما تنفعش انك ما تنفع دير شي حاجه، تنفع غير انك تسد على راسك وتحل مشاكلك مع راسك. ماشي بالضروره وقعت شي حاجه خايبه، يعني تيكون داكشي اللي وقع راه وقع، غير ما تيخليش الاثر جسديا فينا وصافي، تيخلي اثر من نوع اخر. ف الحمد لله حاليا انا غادي وكنتحسن بزاف. اهم حوايج الصراحه اللي ساعدوني في هذه الفتره هذه اكدت عليهم هي انني ناكل في الوقت والناس في الوقت وتصوروا، وليت كنعس بكري وكنفيق بكري. وهاد الساعه هذه اللي كتشوفوها كندير 7 الصباح 8 الصباح كنكون فقت وكان ناس بكري. هادشي الصراحه ساعدني بزاف، فريمون اون ثيرابي زوينه النوم. ولو كتجي كتضحك ولكن راه بصح النوم كيساعد، النوم والاكل، واكيد انك تبعد على الناس اللي كيديروا لك الازعاج. ومهم انا الحمد لله بخير، غادي وكنتحسن نفسيا، غادي وكنولي افضل، ولو ان الامتحانات ديالتي ما دوزتهاش مزيان، ولكن باقي عندي فرص انني نقدر ندوز الامتحانات في شهر واحد. غادي يكونوا شهر واحد امتحانات جايين، فغادي يكون عندي فرصه، وغادي نبدا حتى واحد دوره تدريبيه واحده اخرى، ف خاصني صافي نرجع مزيان في الدراسه ديالي. المهم هادي كيف حالي، انا بخير ونتمنى حتى نتوما تكونوا بخير. وكيف ما كنقول لكم ديما كتبوا لي في التعليقات كيفاش كتحسوا، كيفاش دايرين، كيفاش غادي الامور ديالكم. نتمنى يكون اي واحد كيشوف فيا يكون مرتاح ويكون بخير. النقطه الثانيه بغيت نهضر عليها على المسكن، حيت بزاف قالوا لي زعما السكن حسن بدلو. كنظن هذا هو الحل اللي وصلت له دابا، غالبا غادي نبدل السكن. لقيت واحد السكن بثمن مناسب، فكنهضر مع صاحب المنزل باش انني ننتقل ليه. غير هو باقي كنتسنى شي امور اداريه خاصه نقضها، وكاين الكونترا ديال الكرا، وكاين هاد السكن اللي فيه دابا خاصني نعلمهم شهرين قبل. ف لقيت، وفي نفس الوقت السكن هنا ما بقاوش مشاكل. نيت بغيت نهضر لكم على هاد نقدر في فيديو اخر نهضر على هاد الامر ديال السكن المشترك، الطلبه اللي غادي يسكنوا راسهم، المشاكل مع الناس، كيفاش انكم تقدروا تحلوهم. فهاد الامر هذا اللي تحطيت فيه الاول مره، فصراحه وصلنا اننا درنا واحد القانون داخلي في الدار. فيه راه كنت درت لايف وكان منكم عاونوني فيه باش كتبته. درنا قانون داخلي في الدار ودرنا جدول ديال النظافه. المهم هادو غير هادشي غير المشاكل السطحيه اللي وقعت، اما كانوا مشاكل اخرين اللي الحل اللي درت انني قطعت العلاقه تماما. هادشي فقط باش انا ما يوقعوش مشاكل استفزازات في المنزل صافي، ولا الهدوء زعما الحمد لله ما بقاش، خصوصا انه دخل واحد الولد اخر وهاد الدري هذا زعما دري مزيان بين قوسين. يعني المهم انا الصراحه يصلح لي نسكن بوحدي ونهنيك على راسي. المهم ندوز لنقطه اخرى، بغيت نتكلم حتى على الخصوصيه. مؤخرا القرارات اللي درت، من اهم القرارات اللي درت انني الانستغرام ديالي سديته ولا بريفي، ما بقاش عام، حيت انا كنت فاتح بابي لكاع الناس، كنت
اي واحد كيدخل عندي تقول لي بغا صافي. درتو بخيفي ودرت واحد القضيه، راه الناس الانستغرام عارفينها، درت قائمه المتابعين المقربين او الاصدقاء المقربين. هي الصراحه الكلمه ديال المتابعين انا كنت ديما كنقول اصدقاء الكتب، وكنت ديما واخا ما كنقولش عائله ولا، ولكن فريمون كنحس بواحد العلاقه زوينه بيني وبينكم، وهادشي هذا بينتوه. مهم هادشي بينتوه في الوقت اللي انا كنت في الوقت اللي كنت اختفيت، فحسيت بصح بالحب ديالكم، وحسيت بزاف ديال الناس اللي قلبوا عليا، واللي حاولوا يسولوني، واللي حاولوا يعرفوا شنو وقع، واللي حاولوا فكان نشكركم بزاف. و ما كان بغيت كاع نقلق هذا. المهم هذا كان هو الفيديو، ما كنتش كاع بغيت نبكي، ولكن فالقرار ديال الخصوصية في الانترنت. المهم عاد اليوم لحت واحد ستوري على التنمر اللي ولا هاد الجيل الجديد ديال الالفينات، واحد التنمر غريب عجيب. ف كنتمنى ان الناس ينتبهوا لشنو كيشوفوا في الانترنت وشنو كيحطوا في الانترنت. وحتى انا الصراحه وليت كنرد البال بزاف، لان واحد النوايا سيئه الناس، يعني خصوصا في الفيسبوك. اما انستغرام شويه، ولكن مع ذلك قلت غادي نخليه بريفي، وما غاديش نبقى نحط كاع لي ستوري الشخصيه نهائيا. حتى القناه سميتها اصدقاء الكتب، يعني ما بغيتش كاع ندير حتى سميتي. فنتمنى انني نرجع كيف ما كنت، ندير الفيديوهات اللي كانوا كيعجبوني. وراني كان وجدت فيديو ديال الجولة في المكتبة ديالي، و كاينين شي كتب غادي نهضر عليهم قريبا. و اسمحوا لي تلفت النقطة الرابعة اللي سولوني عليها بزاف، اللي هي الكتاب ديالي. انا هضر معكم مباشرة. الكتاب ديالي ها هو واجد الديوان. اللي وقع هو ان دور النشر اللي كنت كنتواصل معاها الاغلبية او مش الاغلبية كلها طلبوا مني فلوس. كاينين شي وحدين طلبوا مني فلوس اللي تقدر تشري بيهم دار وطوموبيل. والحاجة اللي كانت اسوأ وهم هو ان دار النشر اللي كنت نتفاهم معاها تا الاخر لحظه هو طلب ليا الفلوس ومصيفط ليا واحد الكونطرا اللي ما بغاش حتى يتفاوض معايا فيه، وطالب فيه عقد احتكار، ومهم بزاف ديال البنود اللي انا ما يمكنليش نقبل عليها. ف انا دابا القرار ديالي اللي درت انني ما باغيش ننشر حتى شي حاجه، علما انني كنكتب كتاب ثاني. المهم هادو الدواوين الثانيه ديالي، الكتاب الثاني. يعني ما بقيتش كاع كنتسوق انني ننشر ولا ما ننشرش، وليت كنهتم اكثر بالكتابه، وكنهتم دابا الهدف ديالي ماشي النشر ولكن الكتابه، ونعبر على راسي فقط. وحتى النشر باللغه العربيه الصراحه بديت كنفكر انني باش ننشر بشي لغه اخرى، لانني يعني بديت كنكتب باللغه الايطاليه، ولكن في نفس الوقت اللغه العربيه هتبقى عندها المكانه ديالتها. ف ما عرفتش. مهم انا دابا ما مسوقش كاع على النشر، فنقولها لكم مباشرة ما غاديش نشر كاع الكتاب. وكنتمنى ان الناس اللي كيتسناوني يبقاو يتسناوني، لانني فعلا باغي نشر بزاف ديال الحوايج، ولكن كنتسنى غير الفرصة المناسبة باش انا نقدر نديرها. الحاجة الاخرى اللي بغيت نتكلم عليها، بسولوني بزاف على الماراثون ديال البوكتوب، علاش ما تنظمش هاد العام؟ ما تنظمش لسبب ليه السبب اللي نتوما عرفتوا اللي اضطريت انني السبب الشخصي. السبب الثاني ان بيان اللي هي صديقه ديالتي وكانت كتساعدني في تنظيم الماراثون ديال بوكتوب اعتزلات. راه كاينين بزاف منكم عارفين بيان 93 من السعوديه، كانت كتنظم معايا الماراثون فاعتزلات، ولقيت راسي بوحدي. كنت وفي نفس الوقت كنت غادي ننظمه مع شخص اخر، غير هو ما تما الوقت وكل واحد عنده ظروف ديالو، ما قدرناش اصلا ننظمه راسنا. وحتى انا صراحه ما كنتش كاع، كانوا عندي بزاف ديال المشاكل ما قدرتش كاع ننظمه، ولكن غادي ندير شي ماراثون صغير مثلا في هذا
قبل نهاية العام، والناس اللي مهتمين بريدا تشاوني تنظم كتبوا لي في لي كومونتير. هذا ما كان، المهم هذا هو الفيديو. بغيت غير نقول لكم انا بخير، الامور ديالي غادي كتحسن بشويه بشويه. غادي نحاول نصور فيديوهات في هذا الدار هذه، لانني انا ما بغيت صراحه نبدل السكن، وانا ما صورتش كاع فيديوهات في هذا الدار، لان هذا الدار هذه ما كانتش كاع عندي الجو ديال التصوير. ولكن دابا كيف ما كتشوفوا كنصور، وما غادي نخلي حتى شي حد انه يديرونجيني او يفرض عليا كيفاش نعيش. غادي نحاول في هذه الفتره هذه نصور لكم فيديوهات اكثر ونرجع بشكل اكبر. اخيرا نختم بشنو كنقرا حاليا. كنقرا هذا الكتاب هذا اللي سميته كون انت ديال ايهاب، دكتور ايهاب حمارني، كنظن حمارنا. المهم كتاب ديال كيتكلم على بزاف ديال الامور، رحلتك للبحث عن ذاتك الكونيه. هذا الكتاب مرتبط بالمواضيع ديال التنميه الذاتيه، غير هو عنده واحد البعد روحي بزاف، مرتبط بالعلاقه ديالتنا مع الكون، العلاقه ديالتنا مع الذات. كيتكلم على اكتشاف الذات، على الحب ديال الذات، على الحب ديال الذات خصوصا كيفاش تبغي راسك وكيفاش تقدر تبغي الناس كاملين. وكيتكلم على بزاف ديال المواضيع، نقدر يعني ولا بقى نخلي ندير عليه فيديو. الكتاب الثاني هو كافكا على الشاطئ اللي باقي كنقرا فيه، راكم عارفين كنقرا باللغه الايطاليه، كافكا سولا سبياجا ديال هاروكي موراكامي. وهذا الكتاب هذا مازال رحلتي طويله معاه، ولكن حتى غادي نحاول ندير عليه فيديو. نتمنى ان ما يكونش فيديو حزين. هنايا كان هنا كان ديال الفهرس ديال القصائد الجديده ديالي. بغيت نقول لكم حاجه واحده اخرى، المسابقه الشعريه اللي شاركت فيها في ايطاليا، كنشكر كاع الناس اللي صوتوا عليا، ولكن راه ما ربحتش، وصيفطوا لي غير واحد شهاده المشاركه، نقدر نحطها لكم واقيله ولا علاش، انا نحطها واقيله. المهم شهاده ديال المشاركه، اول مره القصيده ديالتي وصلت الرتبه الثالثه، ولكن للاسف الشديد ما بقات هابطة 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 حتى صافي. نتمنى المرة الجاية نعاود نشارك مرة أخرى، وخا الصراحة أنا المسابقات ديال الشعر ما كنشاركش فيها، ولكن هنا في إيطاليا قلت علاش لا نشارك نجرب حظي. هذا ما كان، وحتى ديك الجائزة المادية الصراحة اللي كانوا دايرين حفزتني، قلت زعما علاش ما نشاركش. فهذا ما كان، كنشكر كاع الناس اللي دعموني، نتمنى ان تكونوا غاديين مزيان في الدراسه ديالكم، في القراءه ديالكم، تكون احوالكم بخير. الناس اللي مهتمين بالماراثون يكتبوا لي في التعليقات باش ننظموا شي حاجه مجموعين قبل نهايه السنه. بغيت نرجع الحماس فعلا للقناه، وبغيت نرجع ندير بزاف ديال الحوايج كيف ما كنت كندير. وهذه هي النبته ديالي الجديده، نتمنى تكونوا بخير. راه هادشي كله وجدته على القناه، ولكن ما قدرتش كاع نصور. المهم دابا بشويه بشويه غادي نرجع. كان هذا هو الفيديو، كنتمنى لكم قراءه ممتعه، ونتلاقاو في الفيديو القادم. مع السلامه.